بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إن شاء الله عن بعض المشاكل اللي بتواجهنا في طابعة الكانون، هذا الموديل أو الموديلات المشابهة له ليزر بلاك. الطابعة ممتازة ولكن فيها بعض الإشكاليات البسيطة التالية. إذا فتحنا الطابعة نلاحظ الحبر دائما موجود فوق الرولة في هذا الموديل، وبالتالي الحبر دائما بنثر على الرولة، هذا الرولة إذا بنلاحظ تتوسخ بشكل مستمر، وبالتالي كل ما نطبع لنا عدد من الأوراق 300 ورقة لازم نقوم تنظيف الرولة بقطعة قماش مبللة بالماء. نركز دائما على قطعة قماش وليس ورق محارم، لأنه قطعة القماش من الصعب أنها تتقطع، ونحاول نفرك الرولة بطريقة زينة على أساس ترجع نظيفة وتسحب زين. نقطة ثانية، النقطة هذه موجودة في طابعات ال HB. إذا بنلاحظ عندنا كليبات تنتين موجودين، هذول الكليبات لهم علاقة في مغناطة الدرم، هذه الكليب وهذه الكليب. إذا دخلوا للداخل بتصير تظهر عندنا الورقة كاملة باللون الأسود، نفس هذا المثال تقريبا، ورقة سوداء كاملة تقريبا. فقط هذه المشكلتين الرئيسيات في هذه الطابعة. بالإضافة نلاحظ هذه القطعة، هذه القطعة لازم تلتصق مع الحبر، لازم تلتصق مع الحبر بشكل ممتاز. إذا ما التصقت بشكل سليم تعطينا ايرور الطابعة على الحبر. هاي تقريبا المشاكل بتصير في هذه الطابعة وطريقة حلها، وباقي الأمور صحيح في هذه الطابعة ممتازة، ما فيها إشكاليات كثيرة. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.